مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة الملف الأمني في محافظة مأرب على ضوء التفجير الذي استهدف سوقا وأودى بحياة عدد من المواطنين. حمى التفجيرات تنتقل إلى محافظة مأرب رغم أنه لم تتضح بعد ملابسات التفجير الذي أودى بحياة عدد من المواطنين في سوق للقات، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن التفجير ربما يأتي في سياق المساعي الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة المحررة. خلال الأشهر الماضية ومنذ تحريرها وفرت مأرب ملاذا آمنا لآلاف المواطنين الذين نزحوا من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، واستطاعت أن توفر قدرا كبيرا من الحماية والأمن، وهو ما تسعى الميليشيا إلى زعزعته وتعميم صورة لدى المواطن بفشل السلطة الشرعية في توفير الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كما حدث في عدن وبعدها المكلا. دلالات تفجير مأرب ومآلاته هو محور نقاشنا اليوم من برنامج زوايا الحدث، ولكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حتى قبل أن يبرأ ضحايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب مدينة مأرب مطلع الشهر الجاري، وقبل أن يغادروا مشفى المدينة بجراحاتهم، وقعت الجريمة الجديدة، انفجار في سوق شعبي يودي بحياة عدد من المدنيين ويوقع جرحى. وفي هذه الأحداث المرتبة جيدا رسالة واضحة الملامح، فمهما كان النصر في الجبهات حليفا للمدينة وأبنائها وللسلطات الشرعية، فهناك من ينتظر فرصا أخرى داخل الأحياء ليجعلها أماكن غير قابلة للاستقرار، ولتبعث دائما على التفكير بالهروب، وإن كان غير وارد في مدينة أصبحت مأوى لعشرات الآلاف القادمين من مدن بعيدة. لكن مأرب كانت ملاذا آمنا لهم في ظل محاولات إخراجها عن السيطرة، فبعد فشل استهدافها بصواريخ الكاتيوشا وقيام الجيش الوطني بإبعاد منصات الإطلاق بعد معارك عنيفة على مرتفعات جبل هيلان، تتكرر المحاولات من داخل المدينة، فقد ألقت قوات حديثة التكوين القبض على العديد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بأعمال تقلق السكينة وتهدم الأمن. وتبين من خلال التحقيقات المعلنة نتائجها أنه لا انفصام بين من يحاربون في الجبهات لإعادة السيطرة على المدينة ومن يزرعون العبوات الناسفة في أرجائها ويحيطونها بالخوف، فجميعهم ضد أن تكون مأرب مدينة يلوذ إليها الجميع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مدير أمن مديرية محافظة مأرب مدينة مأرب العقيد حميم المغلس. سيادة العقيد مساء الخير. مساء الخير والعافية. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد، ما الذي توفر لديكم حتى اللحظة بخصوص التفجير الذي حدث في السوق الشعبية في وسط المدينة؟ تفضل. والله يا أخي ما زالت التحقيقات جارية وجمع الأدلة والاستدلالات ما زالت مستمرة. العمل الحدث الإجرامي هذا بطبيعته بطبيعه العام يشكل حادث إرهابي من ناحية استهداف المواطنين الأبرياء في سوق شعبي، أو من ناحية استهداف السكينة العامة وال نعم استقرار للمحافظة. نعم سيادة العقيد، ربما هذه ليست المرة الأولى، هناك حدثت تفجيرات مماثلة وفي نفس المكان وفي نفس السوق وأيضا في مناطق أخرى في مدينة مأرب، إذن أين دور الأمن في الكشف عن هذه المتفجرات قبل حدوثها ووقوع الكارثة؟ نعم يا أخي، وقد اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع مثل هذه الجرائم، لكن بسبب ازدحام السوق هذا بشكل كبير جدا وبحيث أنه سوق شعبي، العمل الإرهابي كان مترصد لهؤلاء المواطنين الأبرياء مما أحدث هذا العمل الإجرامي. نعم، المؤشرات الأولية سيادة العقيد، هل يعني تتهمون جهة ما تقوم بهذه العمليات؟ أنا قلت لك في السابق بأن العمل بطابعه العام حادث إرهابي لأن استهدف المواطنين. بالتأكيد سيادة العقيد، سيادة العقيد هو حادث إرهابي لا شك في ذلك، لكن نعم. أقصد يعني هل لديكم أي شكوك حول من قام بتنفيذ هذه العملية وأيضا زرع هذه المتفجرات؟ الشكوك موجودة والإجراءات لم تستكمل من التحقيق وجمع الأدلة، حتى الآن لا نستطيع أن نوجه الاتهام إلى منظمة إجرامية محددة، ولكن
بطبيعة الحال هو عمل إجرامي، وما إذا استكملت التحقيقات والإجراءات سنعلن عن هذه الجهة التي قامت بها تنفيذ هذه الجريمة. نعم، إذا ما تأكد أن هذا الحادث سيادة العقيد يأتي في إطار العمليات الإرهابية التي تستهدف طبعا المناطق المحررة على وجه التحديد، إذن إمكانياتكم في محافظة مأرب وفي إدارة الأمن على ضبط مثل هكذا تهديد يصل ويطال المواطنين الأبرياء؟ لدينا كافة الأجهزة التي تقوم بعمليات مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب من قوات الأمن الخاصة وقوات الخاصة في المنطقة العسكرية التي تقوم بعملية التتبع مثل هذه الجرائم وعملية تفكيك العبوات الناسفة وغير ذلك من الأعمال. نعم. الإجرامية. الإجراءات التي قمتم بها سيادة العقيد بعد هذه الحادثة وأيضا الحادثات السابقة، بمعنى آخر هل تم تفعيل مثلا أجهزة المخابرات ربما هي المعنية بالدرجة الأولى لكشف مثل هكذا أعمال إرهابية قبل وقوعها؟ سيادة العقيد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العقيد حاميم المغلس. نشرك معنا من مأرب الصحفي الأستاذ يحيى الأحمد. أستاذ يحيى مساء الخير. يا مرحبا. أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى. ربما أصبحت مأرب ملاذ للكثير من المواطنين اليمنيين وعلى وجه التحديد الملاحقين من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد هذه العمليات الإرهابية، هل من تهديد وخطر يطال من رأوا في مأرب ملاذا آمنا لهم؟ بالطبع أخي بشير، المأرب مدينة أصبحت ربما من أكثر المحافظات اليمنية كثافة للسكان، وأيضا أهمية هذه المدينة من حيث تواجد المقاومة والجيش الوطني هنا في هذه المحافظة. لا شك أن أي أحداث أمنية ستؤثر إلى حد كبير على المواطنين بشكل عام في أي محافظة سواء كان مأرب أو غيرها، لا سيما هذه الأعمال ربما هي غادرة وجبانة لأنها تستهدف الأبرياء تستهدف الأسواق. لا شك أن هذه تحتاج إلى يقظة كبيرة وجهود أكثر من رجال الأمن الذين ربما الأيام التي مضت والعمليات المشابهة في السابق أكيد أوصلت إليهم خطوط أو خيوط معينة للوصول. نعم. إلى من يمارسون مثل هذه الأعمال. نعم أستاذ يحيى، كيف تقيمون؟ نعم. وتلمسون الجاهزية الأمنية بالنسبة لإدارة الأمن والسلطة المحلية في محافظة مأرب خاصة بعد تكرر مثل هكذا عملية إرهابية في المدينة؟ الرجال الأمن هنا في مأرب يؤدون عملا مميزا، وأستطيع القول بأنه أحبطوا كثير من العمليات وأيضا توصلوا أو ألقوا القبض على عناصر تسببت في كثير من العبوات الناسفة، وأيضا كان لها ممارسات يعني استفزازية بحق المواطنين هنا، وكان في الأيام الماضية لهم أكثر من حدث وأيضا أكثر من جهد. لكن ينبغي هناك ربما أن التعامل المرن يشجع الخلايا النائمة للقيام بمثل هذه الأعمال، يجب أن يكون هناك ضبط أكثر لا سيما والمحافظة هي تمثل مرتكز مهم في المقاومة ونحن في حالة حرب. المفترض أن يكون هناك تشديد في المداخل ومخارج المدينة وأيضا الطرق المؤدية بمقارنة طبعا لا نريد. نعم. مقارنة بما يعمله الحوثيين. نعم. في المداخل. نعم. هذه الترتيبات الأمنية أستاذ يحيى هل ترقى فعلا إلى مستوى معين يكفل نسبة ودرجة عالية من الأمان وتوفيرها للمواطنين في مأرب؟ نعم، رجال الأمن ربما ليسوا يعني قادرين على الضبط كل شاردة وواردة، لكن يجب أن يكون هناك تكافل وتعاون بين رجال الأمن والمواطنين. يجب أن يكون كل مواطن هنا في مأرب معني بأمن وسلامة هذه المدينة التي يهيأ لها أن تكون غير مأرب في الماضي. مأرب اليوم لم تعد كمأرب الأمس، مأرب اليوم أصبحت يعني ملاذ آمن لعدد كبير من القيادات سواء كان في المقاومة أو في الجيش، وينبغي أن يكون هناك حذر أكثر، ينبغي أن يكون هناك حزم أكثر، ينبغي أن يكون هناك دوريات مستمرة. ربما هذه لا يغفلها رجال الأمن وهم يؤدون عملهم، وقد شاهدنا لهم أكثر من موقف هم يؤدون واجبهم بقدرة عالية، وإن شاء الله هم بهذه المحاولات وبمزيد من الحرص ومزيد من الوصول إلى الخيوط التي تتسبب وتسببت في مثل هكذا الجرائم
أن يكون هناك درجة أكبر وحس أمني أكثر من ذلك. نعم أستاذي تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث أيضا من محافظة مأرب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الشدادي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور، ربنا يحفظك أنت الأخوة المشاهدين أخوة شير. أهلا ومرحبا بك دكتور. لو وضعتنا بس بصورة وإحصائية نهائية لضحايا التفجير الذي حدث اليوم في السوق الشعبية بمأرب، تفضل. طبعا التفجير هو بعد حدوثه بدأت السيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث. صارت الإحصائية الإجمالية أو النهائية للحادث اليوم 7 شهداء، كان منهم 3 يعني حالتهم يعني كانت أشلاء، عبارة عن أشلاء، وكان عدد الجرحى 14 منهم 5 حالات خطرة وبقية الحالات إصابات خفيفة. هذا ما وصل إلى المستشفى، إلى هيئة مستشفى مأرب العام التي تلقي لهم خدمات العلاجية. نعم دكتور، هل هناك حالات حرجة ويعني لا قدر الله هناك في خطر تهدد الذين لا زالوا جرحى بالوفاة، أم الحالات مستقرة؟ طبعا الوفيات المباشرة من الحادث كانت 5 حالتين يعني انقضت في المستشفى بعد وصولها نظرا لخطورتها. الحالات التي لا زالت في المستشفى منها 5 حالات حرجة هي الآن تحت الرعاية المشددة والعناية المشددة، ونسأل الله عز وجل لهم أن يلطف بهم وأن يعافيهم. نعم فهذه الخمس حالات قد ربما لا قدر الله أن تطور الحال بأحدها أو بعدد منها للوفاة. نعم مقدار الجاهزية دكتور عبد العزيز معكم في محافظة مأرب لاستقبال مثلا أي حالات أو أي كوارث تحدث مثل هذه عمليات تفجيرية، كيف هي في الجانب الصحي؟ في أكثر من لقاء تكلمنا عن أنه البنية التحتية في المحافظة للجانب الصحي هي ضعيفة أساسا من قبل الأحداث، زاد الطين بله وضاعفت الضعف الأداء الصحي. اللهم أنه في استنفار عام و ايضا دعم مبارك من بعض الجهات المانحه مثل مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي والهلال الاحمر القطري، استطعنا بفضل الله عز وجل ان نرقى بعض المستشفيات، الا انه الاحتياج لا زال قائم وملح وشديد نظرا ان المحافظه الان تعج بالنازحين فيها ما يقارب 1,300,000 على حساب على يعني حسب اخر تصريح للسلطه المحليه بالمحافظه نازحين، إضافة إلى الأعداد الهائلة من والكم الكبير من الجيش الوطني ومن المقاومة أفراد المقاومة الشعبية الذين يروا بأن المحافظة هي منطلق لهم في أعمالهم الوطنية لتحرير بقية أجزاء الوطن. هذه كلها تسبب، إضافة إلى الأوبئة التي انتشرت، تسبب ضغط كبير جدا علينا في الجانب الصحي، إلا أنه الجاهزية طبعا مرتفعة جدا لدى أفراد الطاقم العمل الصحي سواء فني منها أو الإدارية أو الخدمية، إلا العوز والاحتياج لا يزال قائم وشديد، وبذلك يعني ننتهز هذه الفرصة أنه نطلق نداء لجميع المنظمات العاملة في الجانب الصحي بالنظر للمحافظة والجانب الصحي بشكل أكبر واهتمام أكبر حتى نعزز مستوى الخدمات الصحية في المحافظة. نعم دكتور عبد العزيز، هل اقتصر مثلا في محافظة مأرب على المراكز والمستشفيات اللي كانت الموجودة في مأرب، أم تم فتح مراكز أخرى ومستشفيات أخرى لاستيعاب هذا العدد الكبير والهائل لا سيما مع ارتفاع عدد النازحين إلى مأرب وأيضا جرحى الجيش والمقاومة في الجبهات؟ هو طبعا احنا من حيث الأعداد المستشفيات والمباني لا بأس، متوفرة في المحافظة، اللهم اللي ينقصنا هو التجهيزات وأيضا وبعض الكوادر المتخصصة، وذلك احنا نسعى إلى أنه نوجد لدينا طبعا في مكتب الصحة والجهات الصحية المختصة في المحافظة خطط واضحة للتجهيزات المطلوبة. طبعا من الأشياء التي تواجهنا بشكل كبير جدا اللي هو أجهزة التشخيص الكبيرة والعالية الدقة مثل الجهاز الرنين المغناطيسي، جهاز السيت سكان، هذه أجهزة غير متوفرة الآن في المحافظة ونسعى لتوفيرها لأنها تسبب بشكل خاصة في ظرف وفي ظل الحروب والجروح تمثل أهمية بالغة. نعم. لدينا قوائم بالتجهيزات المطلوبة ونسعى في تهيئة أكبر قدر ممكن من المستشفيات ومن المرافق الصحية لتقوم بالخدمة، إلا أنه كما أشرت سابقا الاحتياج لا زال قائم وبشكل كبير، ونحن ننتظر الدعم من الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بالجانب الصحي في تطوير البنية التحتية في ظل الوضع القائم. مدير مكتب الصحة الدكتور عبد العزيز الشدادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة مأرب. عودة إلى الأستاذ والصحفي يحيى الأحمدي. أستاذ يحيى،
مقدار تعاون الناس والأهالي في محافظة مأرب مع الجهات الأمنية من أجل الحد من هكذا عمليات إرهابية تطالهم كيف؟ هنا الأخي بشير، المواطنون يشعرون بأن الأمن هذه المحافظة يعني بالدرجة الأولى يعني فيما يخص الأمن العام. فهناك على الرغم من ازدحام النازحين هنا وأيضا رجال الجيش وكل من هنا في هذه المدينة، إلا أن هناك لم تسجل مثلا يعني أعمال شغب أو فوضى أو ما شابه ذلك يتسبب فيها المواطنون. لكن هذه الحالات التي تحصل بين الحين والآخر لا شك أن هي يعني تقف وراءها أيادي لها مصلحة في إرباك المشهد وأيضا إغلاق المقاومة هنا والجيش وأيضا الاستفادة من هذه الأحداث في الحوار ربما للضغط على أن هناك انفلات وأن الشرعية يعني لم تعد قادرة لم تكن قادرة على ضبط الأمن في هذه المدن المحررة. كل هذه هي عملية يعني تصب أو تأتي في إطار نعم. الحرب الموجودة بين الجيش الوطني والمتمردين والانقلاب. نعم أستاذي حي، جوانب القصور من وجهة نظرك من خلال ما تلمس وتعايش في محافظة مأرب من قبل الجهات المعنية في أي جهة ما، هل ترى هناك قصور يجب على الجهات الأمنية أن تسد هذا القصور وأن تكون يعني الترتيبات أكثر والجاهزية أكثر؟ بالطبع أخي بشير، لا شك أنه المفترض أن يكون هناك يقظة لأنه الوقت حساس وأيضا الأعمال مثل هذه يعني هي متوقعة، فالمفترض أن يكون هناك ضبط وايضا رقابه لطيفه، لا سيما وقد حدثت اكثر من مره في بعض الاماكن تتكرر في نفس المكان. يجب ان يكون هناك لدى رجال الامن خطط، يكون هناك كاميرات مراقبه وما يمنع ان يكون في الاسواق العامه كاميرات مراقبه على الاقل لمعرفه من يقف وراء هذه الاحداث وايضا من اكيد هناك عصابات، هناك مهربين بمثل هذه العبوات قد تكون من خارج المحافظه ربما مع ازدحام الدخول والخروج من المحافظة، فيحتاج إلى مزيد من الحث ومزيد من اليقظة وأيضا التعامل بجدية وحذ مع كل من تسول له نسول عبث بأمن واستقرار هذه المحافظة وكل المحافظات التي يعني هي مسؤولية الأمن والجيش الوطني والشرعية. هذه الجوانب جميعا تحتاج إلى رقابة وتحتاج إلى تكثيف رجال الأمن في المداخل والمخارج وأيضا في أماكن العامة، لأنه هذه الأسواق المكتظة بالمواطنين لا شك أنها يعني ستكون مستهدفة في ظل يعني الاعتماد على مثل هذه القضايا في كثب مواقف سواء كان محلية أو دولية أو تصوير المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية بأنها يعني أماكن للتفجيرات وأماكن لزعزعة المواطنين، مما يستدعي يعني في تقاريرهم أو في طاولة الحوار الاستفادة من مواقف وأيضا من أحداث مشابهة. نعم أستاذ يحيى، الملاحظ بأن هذه التفجيرات بدأت ربما تتزامن مع إعلان الحكومة بيع أول كمية من المشتقات النفطية، هناك أنباء عن عودة تشغيل محطة صافر لتصدير النفط، هل ترى بأن له علاقة ب يعني عرقلة مساعي توجه الحكومة لبدء توفير موارد معينة وتشغيل الإيرادات كالنفط والغاز وغيرها؟ بالطبع أخي بشير، هذه لا يمكن أن تكون عملية عفوية أو لأن هناك لا يمكن أي أحد أن يقوم بعمل مثل هذا بجهد فردي أو لحالة جنائية أو السعر من شخص، لأنها تستهدف ناس أبرياء وفي أماكن عامة ليس لها من الرسالة في وجهة نظري أنا إلا تصوير بأن المأرب لم تكن ليست آمنة وأيضا لزعزعت الأمن وأيضا إرسال رسائل للمعنيين في مثل هذه المشروعات بأن هناك خطر وهناك قصور وهناك استهداف. ربما هذه هي رسائل يعني لا يستفيد منها إلا الانقلابيين الذين سعوا في أكثر من مرة لاستخدام مثل هذه الفجاعة ومثل هذه الأعمال لكسب المزيد من المواقف وأيضا اتجاه المقاومة والجيش الوطني. أشكرك جزيل الشكر صحفي الأستاذ يحيى الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أيضا نشرك معنا في الحديث من الرياض الباحث في الشؤون الأمنية السيد وليد الأثوري. أستاذ وليد مساء الخير.
أسعد الله مساك أنت وجميع الأخوة المشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ وليد. هل يمكن أن نربط ما حدث مثلا في عدن من عمليات إرهابية وفي المكلا ونربطه في محافظة مأرب، أم مأرب لها ربما وضع آخر؟ عزيزي، من الطبيعي أن يعني يكون الملف الأمني مرتبط بشكل مباشر مع الملف السياسي، وخاصة في مثل هذه الأحداث. هناك تطورات سياسية متتالية، هناك إجراءات تقوم بها الحكومة على مستوى الإيرادات في عدم دخل إيرادات إلى صنعاء إلى البنك المركزي، وهذا ما يخلق ردة فعل. من الطبيعي أن تكون هذه ردة الفعل في عمليات تفجيرية، لأن هؤلاء الناس لا يجودون سوى لغة القتل، وبالتالي هذه واحدة من الأدوات والأساليب التي تستخدمها، وهو سلوك إجرامي يتبعه صالح والحوثي منذ زمن طويل. علينا أن ندرك أولا ما هي مدخلات الأجهزة الأمنية لكي تكون هناك مخرجات حقيقية في المناطق المحررة. ما زلنا نستخدم نفس الاستراتيجية ونفس المدخلات، بناء على حتى تدريب الكادر البشري كان على مستوى الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالجانب الأمني هو بشكله الطبيعي. ذلك المدخلات هي التي حاليا ما تكون لديها مخرجات قد تحصل فيها هفوات تؤدي إلى مثل هذه الجرائم الإرهابية. لم يكن هناك وقت متسع لبناء جهاز أمني حقيقي قادر على تلافي مثل هذه الأحداث. مثل هذه الأحداث تحدث بشكل طبيعي، كانت في أيام ما كانت الدولة بطبيعتها موجودة ولم يكن هناك صراع سياسي. لكن ربما أستاذ وليد، لكن ربما في مأرب كان الوضع آخر. على الأقل خلال الفترة الماضية مأرب أثبتت بأن هناك قدر كبير على الأقل من توفير الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لأمن بدرجة عالية، وربما حدثت بعض الحوادث لكنها نادرة بعكس مثلا بقية المحافظات. هل باعتقادك هناك الآن خطر على مأرب وأنها ربما تنحى نفس المنحى الذي حدث في عدن والمكلا؟ أعتقد هناك إجراءات أمنية مشددة تعتمد على قدرة مدير أمن المحافظة في بناء الأجهزة الأمنية أو في إدارة الملف الأمني في المحافظة. هذه من ناحية. ثانيا، هناك ردة فعل سياسية. الآن دعني أتحدث معك ما يحدث في مأرب، أتوقع سيحدث ذلك في حضرموت. باعتبار حضرموت بدأت تبيع النفط، وأول دفعة النفط تبيعها الحكومة من حضرموت، ستكون هناك ردة فعل ومحاولة لإطلاق الأمن وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت تلي مأرب. وبالتالي يجب على الحكومة بشكل موازي عندما تتخذ حزمة من الإجراءات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي أو بالملف السياسي أن تواكبه بشكل موازي في إجراءات أو في رفع الإجراءات فيما يتعلق بالملف الأمني لتفادي مثل هذه الحوادث. نعم أستاذ وليد، هل ممكن أن نعتبر أن مثل هكذا عمليات إرهابية في ظل الوضع القائم وقيام الحرب بين الإنقلابيين واستعادة الشرعية هو يعني طبيعي ومن المتوقع أن يحدث مثل هكذا، أم هناك برأيك يعني قصور ربما من قبل الجهات الأمنية في المحافظات المحررة؟ احنا علينا ان نبدا بالقيام بواجبنا باتجاه حفظ الامن والاستقرار وبناء جهاز امني بشكل متسارع. على القياده الشرعيه ان تحرص كل الحرص في اعطاء الاهتمام بشكل كبير فيما يتعلق بالملف الامني. لا ننظر الى ما سيقوم به الطرف الاخر، لانه من الطبيعي ان يقوم الطرف الاخر سواء على مستوى المعارك او اطلاق الامن في المناطق المحرره. علينا ان نبدا بشكل عملي، على وزير الداخليه ان يبدا بشكل عملي في اتخاذ حزمه اجراءات عمليه، على رئيس الحكومه ان يهتم بالملف الامني ويبدا عمل تتمثل عمل. هذه الإجراءات أستاذ وليد بماذا من وجهة نظرك تتمثل وأنت خبير أمني؟ لحد الآن أتمنى من التحالف العربي أن يعقد مؤتمر على مستوى وزراء داخلية التحالف العربي للاهتمام بالملف الأمني. نجاح التحالف العربي لا يعتمد على النجاح في المعارك العسكرية وتحرير المناطق، ولكن يعتمد أيضا على نجاح الجانب الأمني في المناطق المحررة، فهو يرتبط بذلك الجهود للتحالف العربي. وهنا هناك أعتقد في قصور نتيجة الانشغال بالمعارك العسكرية في كثير من المناطق، وعدم الاهتمام بشكل كبير بالملف الأمني في المناطق المحررة. لكن لاحظنا بدء تعزيز خدمات الشرطة في الضالع وفي لاحق أمس وفي عدن. هذه الإجراءات لا تعتمد على الأدوات، ولكن تحتاج إلى الاهتمام بالكادر البشري بشكل جيد وبناء الشرطة محلية من السكان المحليين القادرين على تحقيق الأمن والاستفادة من إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفقا للمتغيرات فيما يتعلق بالملف السياسي والأقاليم على مستوى الجمهورية. إذا ما استمرت مثل هكذا عمليات إرهابية في المناطق المحررة، كيف ستؤثر مثلا على المسار السياسي وأيضا على المسار الميداني والعسكري؟ أتوقع أن تستمر هذه العمليات الإرهابية ما لم يكن هناك حتى ينتهي الرأس المدبر لهذه العمليات الإرهابية. العمليات الإرهابية هي تدار من شخص أو من جماعة ذات قيادة تتحكم بالجانب الاقتصادي وتتحكم بمقدرات الشعب، وبالتالي من السهل عليها أن تقوم بمثل هذه الاختراقات. وعندما ستنتهي مجرد ما ينتهي هؤلاء الرؤوس المدبرة لمثل هذه العمليات الإرهابية ومتمثلة
الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. نعم استاذ وليد، سؤال اخير، ابرز النجاحات التي من وجهه نظرك ومن قراءه يعني وطريقه بحث في الشؤون الامنيه، اين نجحت السلطات الامنيه في المحافظات المحرره واين اخفقت؟ اعتقد يعتمد هو كما تحدثت سابقا ان الملف الامني يرتبط بالملف السياسي، كل ما حصل حراك سياسي على مستوى المناطق المحرره هناك يحدث اختراقات، تظل الصراعات السياسيه موجوده على مستوى سواء على المستوى الداخلي لجبهه الشرعيه متمثله بتكوينات الاحزاب او على مستوى الاجهزه الامنيه، هناك لدينا قصور فيما يتعلق بتاهيل الكادر البشري في اداره الملف الامني، الطريقه التي يتم فيها اداره الملف الامني هذه تشكل باثر سلبي في او احداث اختراقات عمليه لعناصر قد يستخدمها او تشكل بيئه حاضنه يستخدمها الحوثي صالح فيما يتعلق سواء في ملف الجرحى او في بعض الصراعات التي او خلق صراعات داخليه في جبهات الشرعيه نفسها سواء على مستوى فصائل المقاومه او على مستوى الاحزاب السياسيه. اشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الامنيه وليد الاتوري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر ايضا لمدير مكتب الصحه في محافظه مأرب عبد العزيز الشدادي، وكذلك الشكر للصحفي يحيى الاحمدي، كما هي لمدير امن مديريه مدينه مأرب العقيد حاميم المغلس. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل كمال حيدره، كما هي لكم مني حتى الملتقى في حلقات جديده من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.